We will always be there by your side. لطالما كان اصطفاف الغرب مع إسرائيل أمرا جليا، لكن ملامحه باتت أقوى مع انطلاق عملية طوفان الأقصى. الاصطفاف والتحيز الذي يأخذ أشكالا عدة بات فضاء السوشيال ميديا سلاحا بيده أيضا. المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا مع منصة التواصل الاجتماعي إكس للنظر فيما إذا كانت المنصة تمتثل لقانون الخدمة الرقمية الأوروبية، وتطالب إكس بتقديم معلومات حول السماح بنشر معلومات تدعم القضية الفلسطينية بحلول 18 أكتوبر. هذا الإجراء يأتي بعد تحذير أطلقه الاتحاد الأوروبي من اتخاذ عقوبات قانونية في حال لم تحذف البيانات والمقاطع التي تظهر فداحة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وتؤيد المقاومة بزعم أنها معلومات مضللة وإرهابية. إيلون ماسك مالك المنصة رضخ للتحذيرات الأوروبية، وأعلنت إكس حذفها مئات الحسابات التابعة لحماس واتخاذها إجراءات لحذف أو تصنيف عشرات الآلاف من الحسابات التي تدعم القضية الفلسطينية. وسياسة الشفافية التي أكد ماسك تمسكه بها ذهبت أدراج رياح. وبينما يحارب الغرب الوعي السياسي المتصاعد على وسائل التواصل، تزور رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة البرلمان الأوروبي الأراضي المحتلة اليوم لتعرب عن تضامنهما مع القتلى الإسرائيليين فقط دون التطرق إلى أرواح الفلسطينيين التي أزهقت وتزهق يوميا ضمن حق إسرائيل المزعوم في الدفاع عن نفسها. وكجزء من المعادلة غير المتكافئة التي ينتهجها الغرب، تقمع كل من فرنسا وألمانيا وغيرها كافة أشكال التضامن مع فلسطين، وتدين مجموعة السبع عملية الطوفان، ويستمر المجتمع الدولي في كف بصره وصم آذانه عن جرائم الاحتلال، بل يتمادى بتبريرها حقا مشروعا ودعمها ماديا ومعنويا.